أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا هذا مذاكرة لمنظومة نافعة ومفيدة في باب إصلاح القلوب وتزكيتها والعمل على تنقيتها وسلامتها وبيان العلامات التي تدل على ذلك، تدل على صلاح القلب واستقامته، مع ذكر لمشاهد عظيمة ينبغي للعبد أن يشهدها ليزكو قلبه بشهودها، ثم من بعد ذلك بسط لمعتقد أهل السنة والجماعة الذي هو الأساس لزكاء القلوب وصلاحها، بل إن القلوب لا تزكو ولا تصلح ولا تكون سليمة إلا بالاعتقاد الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال العلماء: أي سليم من الشرك والشك، الشرك بالله والشك في الاعتقاد ودين الله، مع السلامة أيضا من الإصرار على البدع والمعاصي. فالقلب السليم هو السالم من ذلك كله. وبهذا نعلم أن صلاح القلب بالعقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أساس لا بد منه في سلامة القلوب وصلاحها، إذ إن القلوب لا تصلح ولا تكون سليمة مستقيمة على الجادة وصراط الله المستقيم إلا إذا كانت على اعتقاد صحيح سليم مستمد من كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أورد الناظم رحمه الله تعالى في هذه المنظومة شيئا من البسط والبيان لعقيدة أهل السنة والجماعة باعتبارها الأساس لصلاح القلوب وزكائها واستقامتها. ولما كانت هذه المنظومة للإمام ابن سحمان رحمه الله تعالى، كان من المناسب بين يدي مذاكرتها ومدارستها التعريف بشيء من حياته وترجمته رحمه الله تعالى بشيء من الاختصار. وناظم هذه المنظومة رحمه الله تعالى هو العلامة الشهير صاحب المصنفات الكثيرة والمؤلفات العديدة وصاحب الفضائل المشهورة والمحاسن المتعددة، المعروف بحسان زمانه وشاعر عقيدة السلف الصالح في وقته، المجاهد بنثره ونظمه رحمه الله تعالى، والمنافح بجهده وبيانه عن عقيدة السلف رحمهم الله، ألا وهو الشيخ سليمان بن سحمان بن مصلح
بن حمدان الخثعمي العسيري النجدي الحنبلي. وهذا الإمام العلم رحمه الله ولد في قرية يقال لها السقا من قرى أبها عام 1266 من الهجرة النبوية. نشأ رحمه الله نشأة طيبة صالحة في بيت علم وتدين، فنشأ في أحضان والده الشيخ سحمان رحمه الله، وكان والده رجلاً فاضلاً من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى وطلاب العلم، فاعتنى بابنه عناية طيبة، أقرأه كتاب الله عز وجل حتى ختمه، ثم أخذ معه يلقنه مبادئ العلوم. في سنة 1280 للهجرة رحل والده سحمان من عسير إلى الرياض، وكان ذلك في زمن الإمامين الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى صاحب كتاب فتح المجيد وقرة عيون الموحدين، وابنه الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن. فابتدأ الشيخ سليمان في القراءة على الشيخين الشيخ عبد الرحمن ابن حسن وابنه عبد اللطيف، ولازمهما ملازمة تامة واستفاد منهما فائدة عظيمة. ثم بعد ذلك انتقل مع والده الشيخ سحمان إلى بلدة من بلدان الأفلاج بنجد، وشرع في القراءة على الشيخ حمد بن عتيق، ولازمه 17 عاماً. في عام 1331 طرأ عليه العمى وأصيب بذهاب البصر، فبعثه الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى لعلاج عينيه في هذا البلد الذي نحن فيه الآن، بعثه إلى البحرين سنة 1330، ولم يقدر له في تلك الرحلة رحلة العلاج شفاء، فبقي مكفوف البصر إلى أن توفاه الله تعالى، ولكنه عاد رحمه الله تعالى إلى التأليف والتحقيق والنظم والدفاع عن عقيدة أهل السنة والرد على رؤوس أهل الباطل والذب عن حمى هذا الدين، عاد إلى ذلك بنشاط، فكانت حاله في التأليف والنظم والانتصار لعقيدة السلف قبل فقده لبصره وبعد فقده لبصره على حد سواء، في همة عالية ونشاط متواصل. وله رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة جدا، منها الضياء الشارق والهدية السنية وتبرئة الشيخين ومنهج أهل الحق والاتباع وإرشاد الطالب والصواعق المرسلة، وله ديوان يجمع كثيرا من شعره وهو مطبوع. وتوفي رحمه الله تعالى في 1349 من الهجرة رحمه الله تعالى، عن عمر يتجاوز 80 بقليل، توفي وعمره 83 سنة تقريبا، غفر الله له
ورحمه وأسكنه فردوسه الأعلى وجزاه عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. ونشرع الآن في مذاكرة ومدارسة هذه المنظومة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، فقد اشتملت هذه المنظومة على 6 مشاهد ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان في علامة صحة القلب، وختمت ما ذكره الشيخ بذكر ما عليه أهل السنة والجماعة من الاعتقاد، وهذا نصها. نعم. بدأ رحمه الله تعالى أولاً بهذه المقدمة وهذا الاستهلال الذي أراد من خلاله أن يوضح مقصود هذه المنظومة ويبين ما احتوت عليه. ومحتوى هذه المنظومة هو عبارة عن فوائد ثمينة وعظيمة وقف عليها رحمه الله تعالى في كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم، ولا سيما في الفصل العاشر منه، لأن كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مقسم على فصول. في الفصل العاشر تحدث ابن القيم رحمه الله تعالى عن علامات صحة القلب، وفي خاتمة ذكره لعلامات صحة القلب تحدث عن هذه المشاهد 6 التي أشار إليها القلب، والتي مطلوب من العبد أن يشهدها ليتم له صلاح قلبه وزكاء حاله، وتتم له أيضا عبوديته لله سبحانه وتعالى. فلما وقف رحمه الله على تلك الفوائد العظيمة التي هي علامات ذكرها ابن القيم لصحة القلب وأتبعها بتلك المشاهد، نظمها ابن سحمان رحمه الله في هذه المنظومة، ثم وفق توفيقا عظيما بأن ختم ذلك بعقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة، إشارة منه إلى أن صلاح القلب وسلامته واستقامته لا تكون إلا بكونه منطويا على العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحمد الله في هذا الاستهلال مستشعرا منة الله جل وعلا بالهداية والتوفيق: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالهداية منة إلهية وهبة ربانية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفي مستهل
أيضا هذا اللقاء، نحمد الله جل في علاه الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأله عز وجل أن يرزقنا في مجلسنا هذا العلم النافع، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم. قال رحمه الله: بحمد الله نبدأ في المقال، وذكر الله في كل الفعال، فذكر الله يجلو كل هم عن القلب السليم على التوالي. بدأ رحمه الله هذه المنظومة الماتعة النافعة بحمد الله، وحمد الله سبحانه وتعالى هو الثناء عليه مع حبه جل وعلا. يقول رحمه الله: بحمد الله نبدأ، أي نبدأ مقالنا هذا بحامدين لله، شاكرين له، مثنين عليه، معترفين بمنه ومده وتوفيقه وفضله سبحانه وتعالى. بحمد الله نبدأ في المقال، نبدأ في المقال، وذكر الله في كل الفعال، أي كما أننا نبدأ المقال بحمد الله تأسياً بكتاب الله وتأسياً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا كذلك نبدأ بذكر الله في كل الفعال، في كل الفعال نعتني بذكر الله سبحانه وتعالى. وبهذا البيت أو في هذا البيت جمع رحمه الله تعالى بين الحمد والذكر، جمع بين الحمد والذكر، وقد جمع بينهما في قوله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، جمع سبحانه وتعالى بين الحمد وبين الذكر، وهذان هما مبنى الدين الإسلامي، لأن مبنى دين الله تبارك وتعالى على قاعدتين: الذكر والشكر. مبنى دين الله تبارك وتعالى على قاعدتين: الذكر لله سبحانه وتعالى والشكر له جل وعلا. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فجمع بين هذين الأمرين الذكر والشكر. وذكر الله سبحانه وتعالى مستلزم لمعرفته جل وعلا، ذكر الله مستلزم لمعرفته جل وعلا، وشكره متضمن لطاعته. وقد قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فذكره مستلزم لمعرفته، وشكره متضمن لطاعته سبحانه وتعالى. وهذان أعني المعرفة والطاعة هما الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، لأن الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها العلم والعمل، العلم والعمل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: التوحيد نوعان، توحيد علمي وتوحيد عملي، توحيد علمي وتوحيد عملي، وهذان التوحيدان هما الغاية من الخلق. دل على الأول قول الله سبحانه وتعالى في آخر
سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودل على الثاني قول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في الآية الأولى خلق خلق للعلم لتعلموا، والثانية خلق للعبادة. فالتوحيد نوعان: علمي وعملي. وهذا البيت الأول من هذه المنظومة جاء في استهلاله منتظماً لهذين الأصلين العظيمين اللذين عليهما مبنى دين الله تبارك وتعالى، أو يقوم عليها بناء الدين. ثم قال رحمه الله مبيناً فضيلة الذكر وعظيم شأنه وكبير فائدته: فذكر الله يجلو كل هم عن القلب السليم على التوالي. وهذه فائدة أشار إليها رحمه الله تعالى من جملة الفوائد التي تستفاد من الذكر، وهو أنه جلاء للقلب، جلاء للقلب. القلب السليم الذي هو القلب النافع يوم لا ينفع مال ولا بنون، هو السالم من الشرك ومن الشك ومن الإصرار على البدع والمعاصي. فذكر الله جلاء لهذا القلب، جلاء لهذا القلب، يعمل عملا مستمرا على تنقية هذا القلب وتزكيته وإزالة ما قد يعلق به من أوساخ بين وقت وآخر. فذكر الله جل وعلا المستمر جلاء للقلب، يجلو كل هم عن القلب، يجلو كل هم عن القلب. والقلب كما بين أهل العلم رحمهم الله تعالى يصدأ كما يصدأ النحاس وعموم المعادن، وجلاء ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، جلاء ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن الذكر يجلو القلب ويجعله كالمرآة البيضاء النقية الصافية الناصعة. فذكر الله يجلو كل هم عن القلب السليم، عن القلب السليم. وجلاء كل هم يعني كل الأمور التي تعلق ب القلب إنما يكون للقلب السليم الذي تعلق به بين وقت وآخر أشياء تحتاج إلى أن تبعد عن القلب وأن ينقى القلب منها، وتكون التنقية للقلب بذكر الله. وقوله على التوالي، هذا التنبيه على أهمية الاستمرار على ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن القلوب لا تزال ترد عليها الواردات وتدخل عليها الدواخل، فيحتاج العبد حاجة مستمرة متوالية متتالية لعملية التنقية للقلب، وتكون التنقية بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحيانه، أي قائما وقاعدا وعلى جنب. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم. قال رحمه الله: فللقلب السليم إذا تزكى علامات هنالك للكمال،
علامات لصحة كل قلب سليم عن مداخلة الضلال، علامات ذكرن بكل نثر عن الأعلام واضحة المنال، ولكني نظمت لها نظاما به أرجو التنافس في الفضال مع الإقرار بالتقصير فيها وذكر للعقيدة في المقال. هذه الأبيات يذكر رحمه الله تعالى فيها أن القلب السليم إذا تزكى، أي كتب الله سبحانه وتعالى له الزكاة، فإن لذلك علامات، فإن لذلك علامات تدل على زكاء القلب ونقائه، وهذه العلامات إذا رآها العبد من نفسه أو وجدها من نفسه فإنه يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية والتوفيق، لكنه لا يزكي نفسه ولا يجزم بصلاحها، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لكنها علامات ودلائل على نقاء القلب وسلامته. يقول رحمه الله: فللقلب السليم إذا تزكى علامات هنالك للكمال، أي أن السلامة إذا وجدت في القلب وتزكى القلب، والزكاة هو الطهارة والنقاء، وفي الوقت نفسه أيضا النماء، زكاء القلب يتناول أمرين: طهارة القلب من الأوساخ والأدناس، ونماء القلب بتزايد الخير فيه، ونماء القلب بتزايد الخير فيه. وفي الدعاء المأثور: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فيقول رحمه الله: هناك علامات على ذلك ودلائل، علامات لصحة كل قلب سليم عن مداخلة الضلال. وهذا توضيح للسلامة، ما المراد بها، والقلب السليم ما المراد به، ما هو القلب السليم؟ إذا قيل ما هو القلب السليم يأتي هنا هذا التعريف الجميل المختصر، بأن القلب السليم هو السالم من مداخلة الضلال، السالم من مداخلة الضلال، أي سليم من دخول الضلال فيه، سليم من دخول الضلال فيه من الشرك والشك والبدع وغير ذلك. فالقلب السليم هو الذي سلم من مداخلة الضلال أي فيه، فكان نقيا طاهرا زكيا سالما من ذلك. يقول رحمه الله: علامات ذكرن بكل نثر عن الأعلام واضحة المنال، علامات ذكرن بكل نثر، إشارة منه رحمه الله تعالى إلى ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لعلامات ودلائل على صحة القلب. ذكرنا بكل نثر عن الأعلام، أي من أئمة السلف وعلماء المسلمين رحمهم الله تعالى، واضحة المنال أي من أراد تحصيلها ونيلها يجدها في مضانها من كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى، سواء في كتب التفسير ولا سيما الآيات المتعلقة بصحة القلب وسلامته، ومنها قول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أو في الأحاديث النبوية المأثورة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بمطالعة شروحاتها وكلام أهل العلم في بيانها وتوضيح مدلولها.
والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان ذكر في هذا الباب خلاصات دقيقة جدا ومفيدة. وعرفنا أن الناظم رحمه الله تعالى أشار إلى أنه نظم ما وجده في إغاثة اللهفان وإذا رجعت للفصل العاشر من إغاثة اللهفان تجد أن ابن القيم تكلم عن هذه العلامات وعددها علامة تلو الأخرى، فبدأ كلامه بقوله: فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، ثم أخذ يقول: ومن علامة صحته كذا، ومن علامة صحته كذا، ومن علامة صحته كذا، يذكر علامة تلو الأخرى. وسنقف على نص كلام ابن القيم رحمه الله تعالى من إغاثة اللهفان عند كل موضع نظمه الإمام ابن سحمان رحمه الله. يقول: ولكني نظمت له نظاما، أي العلماء رحمهم الله ذكروا هذه العلامات نثرا، لكنني ذكرتها في هذا الموضع نظما. ومعلوم أن النظم له فائدة من جهة سهولة الحفظ ويسر انتظام المعلومات عندما أيضا تكون قد نظمت نظما سلسا محبوكا كما هو الشأن في هذه المنظومة النافعة التي بين أيدينا. قال: ولكني نظمت لها نظاما به أرجو التنافس في الفضال، أي رجوت بهذا النظم أن أتنافس في هذا الميدان المبارك الذي هو ميدان أهل العلم، نصحا للعباد وبيانا لدين الله تبارك وتعالى، فأردت التنافس في هذا الميدان. والميدان هو ميدان سباق وتنافس، فيقول: رجوت أن أكون في دخولي في هذا النظم منافسا في هذا الخير، راجيا ثواب الله سبحانه وتعالى وأجره، مع الإقرار بالتقصير فيها، أي أنظم هذه الخصال وأجمعها هذا الجمع في هذا النظم مقرا بأنني مقصر فيها. وسيأتي من المشاهد التي ذكرها رحمه الله مشهد التقصير، وهو مشهد عظيم جدا ينبغي أن يشهده المسلم في أعماله كلها، مهما قدمت من عمل، سواء الأعمال التعبدية من صلاة أو صيام أو غير ذلك، أو الأعمال العلمية من حفظ ومذاكرة وجلوس مثلا في حلق العلم وغير ذلك، ينبغي أن تشهد نفسك مقصرا. وشهود التقصير له مردود عليك مبارك، لأنك كلما أشعرت نفسك بالتقصير كلما كان ذلك حافزا لك لمواصلة العمل والجد والاجتهاد في تكميل النفس، بخلاف ما إذا كان الإنسان يحصل قليلا أو يأتي بعبادات قليلة ثم يرى نفسه ماذا مكملا ومتمما للأمر. فمن شأن أهل الحق والخير والهدى تكميل العمل وتتميمه، وفي الوقت نفسه شهود التقصير فيه. فجمعوا بين حسنتين: حسنة إكمال العمل وتتميمه، وحسنة أيضا شهود التقصير فيه وخوفا لا يقبل منهم، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن.
قال رحمه الله تعالى: وذكر للعقيدة في المقال. وذكر للعقيدة في المقال، أي في هذا المقال وفي هذا النظم ختمته بذكر للعقيدة. وذكره للعقيدة في هذا المقال الذي هو مقال نظم في بيان علامات صحة القلب وما ينبغي أن يشهده ليكون قلبا زكيا صالحا مستقيما، نظمه للعقيدة في هذا الموطن تنبيه لطيف من الناظم رحمه الله تعالى إلى مكانة العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأهميتها، وأنها الأساس الذي لا تكون القلوب سليمة صحيحة إلا به. نعم.